واح ادهنا شبابيك باللون الازرق مشان ما يمرق منه الضوء. شو يا اسعد؟ دهناهم باللون الازرق مشان ما يمرق منه الضوء. اثنين بعد ما دهناهم بنلزقهم باللزق الشفاف مشان اذا انكسر الازاز ما يتفرط لهون ولا لهون. شو يا اسعد؟ مشان ما يتفرط لهون ولا لهون. كويس. ثالث شيء وقت بنسمع زمور الخطر على الحارق متطفي الضواوي تحسبا. شو يا اسعد؟ هيدا ابو نابدر فلقتنا باسعد وقت مسؤوليه. هسه اسعد واسعد يعني انا اذا فقع فيني الصاروخ معلش ما فشي كلمه جوده. ولك يا بهيمه يا بهيمه انت مخك مثل اسفنج البحري المعلومه بمص مص بس هذا مخه مثل الحيط قوص علينا ما بخرب ترجع للرصاصه. لك ليش هيك سيدي عم تحكي؟ كل مره عم تساله عم بيجاوبك مزبوط ولا مره قال لا؟ لك ما هذا انا اللي مجنني مالو بالعاده. انا بقول لك ليش؟ لانه مخه بيفتح كل يوم ربع ساعه بس على الموجه القصيره اف ام وهذا عدانه يعني هلا ترمه. لا لا شو بكون هيك كل واحد بيحكي عنه على كيفه وكيفه مبين سيدي شو وقت راعيه مشان ما يهر الازاز بندهنه باللون الازرق مبينه. شفه خلص عدانه راح ترمه. معناته فهمه انا ماني فاضي بدي روح فهم بقيه العالم. جودة اوعاك ما تفهمه بيتك بلزق بيته اذا نسي الضو شاعل وضربكن الصاروخ بفجركن اتنيناتكن سوا. حاضر سيدي. توني مرة لما بكون عم بحكي اقوى الهواء انت ما بتاكلي معي ما بتاكلي معي فهمه انا معلقك الكبير معلقك الكبير بدي معه ابع.